بس اللي حضرتك بتقوله ده برضه ما منعش ان في جانب كبير من الجماهير شايفه ان في تذبذب ملحوظ في الاداء بين مباراه والتانيه. يعني سيبنا من اول كام لقاء كمان، تعالى نتكلم في اخر لقاءين، في ناس شافت ان اللقاء اللي جمع بين منتخب مصر ولبنان كان ادائنا فيه غير جيد وكان الفوز فيه متحقق بصعوبه بالغه، في حين ان اللقاء اللي بعديه على طول مع السودان شفنا اداء 10 على 10 وشفنا اهداف البعض منها عالمي، فالتذبذب ده ايه؟ انا شايف ان مباراه مصر ولبنان اصعب من مباراه مصر والسودان. ما اكيد بكتير، لان منتخب لبنان رغم ظروف البلد الشقيق يعني ودورياته مش منتظمه وعندوش محترفين كتير، لما لعبوا بخطه دفاعيه صلبه جدا وده يعني عطل مساله التهديف. احنا صحيح فوزنا بضربه جزاء بس اتيحت لنا فرص، اتيحت لنا فرص، وانا شايف ان الاصرار على الفوز كان موجود من اول دقيقه لاخر دقيقه، كان موجود يعني الفرص موجوده، الجديه موجوده، صحوه اللاعبين في الكرات المرتده للمنتخب لبنان كانت موجوده، تقريبا الشناوي لم يختبر نهائيا. فانا يعني التذبذب ده ربما نتيجه قله التجمع، يعني احنا مشينا من هنا على ماتش لبنان على طول، منتخبنا يعني مشي من مصر على منتخب على البطوله مباشره بفارق زمن قليل، فدي هتيجي يعني التجانس ده والايجابيه اعلى من كده. فيعني شفنا في ماتش السودان، اضيف لحضرتك ان الرغبه في التهديف عاليه جدا. صحيح. وظهور اكثر من هداف دي ايجابيه. حتى كواليتي الاهداف نفسها حلوه. الهدف بالذات الهدف الاول. لا لا اهداف جميله جدا والاصرار على ان انت تواصل التهديف، مش واحد واثنين وثلاثه، لا انت متواصل التهديف لان عندك فرصه ان انت تبدع. فطبعا كل المستثمر ده من الماتشين الاولين هنشوف في مصر الجزائر النهارده ان شاء الله، ونتمنى ان احنا يعني نكون على مستوى اللقاء، لان طبعا احنا بنتكلم على بطوله على فكره، احنا ما بنتكلمش على ماتش، فبنتكلم على بطوله، احنا مستهدفين البطوله، ده يعني لازم ما نقلش من انفسنا ونذكر انفسنا ان هذا الجيل او معظمه كان في من سنتين في كاس الامم الافريقيه في مصر وما يعني احبطنا الى حد كبير. صحيح. فيعني ده فرصتهم لرد الاعتبار وقبل ما يروحوا الكاميرون ويشاركوا في كاس الامم الافريقيه الجايه وينافسوا على اللقب. فاحنا مطالبين يعني لعيبتنا مطالبه ان هي تدي كل اللي عندها في ماتش النهارده كعنوان مبدئي، انا بطل، انا بطل في كاس العرب. فيعني طبعا منتخب الجزائري منتخب محترم جدا وقوي جدا، اذا كان زي ما تقول نوال بعض المحترفين وغايبين، احنا برضو عندنا بقى محترفين غايبين، ففرصه ان احنا عندنا ضغط كمان على اللعيبه الدوليه بتاعتنا بشكل كبير جدا. كانوا قلنا الكلام ده في الانترو يعني. في ضغط على اللعيبه يعني كبير، يعني اللعيبه مش واخده يعني نفسها، يعني بالظبط والله يعني لعيبتنا مش واخده نفسها ولعيبه الاهلي بشكل خاص. أيوة. يعني ده السنه يعني الثانيه على التوالي احنا بنقول نفس الكلام. ازاي؟ يعني لعيبه الاهلي بشكل خاص يعني هيطلعوا من كاس الامم الافريقيه يخشوا كاس العالم الانديه، يعني عفوا من كاس العرب كاس العالم الانديه كاس افريقيا، ف دوري ربنا ودوري طبعا. الدوري النهارده السنه دي يعني له اهميه كبيره جدا بعد فقد اللقب الموسم اللي فات طبعا. فطبعا هو بطوله طويله النفس، انما ان شاء الله الاهلي بطل الدوري ان شاء الله.